السلام عليكم ليكيب ومرحبا بكم في فيديو جديد. اللي متابعيني من قبل يعرفوا بلي درت لكم فيديو سابق شرحت فيه طريقة الشراء من موقع علي اكسبرس بالتفصيل، وريت لكم خطوة بخطوة كيفاش تشريوا منه من اول ما تفتحوا حساب حتى توصلكم السلعة. الفيديو كان فيه بزاف نصائح باش تشريوا بامان وبدون مشاكل، نخلي لكم الرابط تاعو هنايا الفوق. بعد هذاك الفيديو جاوني بزاف أسئلة واستفسارات حول بعض الأمور اللي ممكن ما كانتش واضحة واللي حبيتوا تفهموها أكثر، لذا قررت ندير لكم هذا الفيديو وراح نجاوب على أكثر الأسئلة المتكررة اللي طرحتوها عليا. اليوم راح نحكيو على مواضيع كيما شحال من خطرة تقدروا تشريو من موقع علي اكسبرس، حال الطول، مدة الشحن، هل كاين رسوم إضافية غير سعر المنتج، هل تقدروا تخلصوا بالدينار الجزائري، وهل الدفع يكون قبل الاستلام ولا بعد الاستلام، والعديد من الأسئلة. إذا كنتوا ناويين تشريو من موقع علي اكسبرس تبعوا الفيديو حتى الاخر هكذا باش يكون عندكم معلومات اكثر تفصيل حول الموقع، وما تنساوش تدعموني باللايكس وتشتركوا في القناه اذا ما كنتوش مشتركين وتفعلوا الجرس. الاسئله تاعكم كامل راهي هنايا، ودرك يلا نبداو الاجابه. السؤال الاول يقول شحال من مره في العام نقدر نشري من علي اكسبرس، وشحال من اقصى عدد القطع اللي لازم تكون في الطرد، وهل صحيح مرتين في العام خاص بالهواتف فقط؟ الإجابة على هذا السؤال هو تقدروا تشريوا من موقع علي اكسبرس شحال من مرة في العام حبيتوا، ما كاش عدد معين المرات اللي تقدروا تشريوا فيها. وبخصوص عدد القطع في الطلبية هنايا في الجزائر بالتحديد، من الأحسن ما تعديش الطلبية 3 منتجات، أقصاها 5 منتجات من نفس النوع، خطر ممكن الجمارك من بعد يحسبوا باللي كاينة حاجة تجارية داخل في الموضوع ويحجزوا لكم الطرد تاعكم. كيلقاو عدد كبير لنفس المنتج طول راحين يحطوكم باللي راحين ديروا تجارة وتعاودوا له البيعة. والتجارة هنا في الجزائر على بالكم باللي لازم سجل تجاري باش تقدروا تدخلوا كميات كبيرة، لذا من الأحسن ما تطلبوش عدد كبير في طرد واحد. أما إذا شريتوا شحال من منتج يعني ماشي نفس النوع تقدروا تشريوا العدد اللي حبيتوه. دوكا بالنسبة لهل عندنا الحق في هاتفين في العام، الإجابة هي مع الأسف صحيح. في الجزائر يمدونا الإمكانية ندخلوا هاتفين فقط في العام، بعض الأحيان يحصروها حتى الهاتف واحد، لذا من الأحسن ما تريسكيوش تطلبوا شحال من خطرة. السؤال الثاني يقول هل الأسعار كيتكتبوا بالعملة الجزائرية يعني هذاك هو السعر تاعها، كيما مثلا منتج سعره 158.33 دينار جزائري يعني تقريبا 16000. الأسعار اللي تشوفوهم بالعملة الجزائرية في موقع علي اكسبرس هي أسعار تقريبية فقط، الموقع يستعمل السعر الرسمي ويحولوا من الأورو ولا الدولار للدينار الجزائري حسب سعر البنك، فقط باش يسهل الفهم للمستخدمين. ولكن في وقت الدفع الفعلي يعني كي تجيو تخلصوا حق المنتج راحين تخلصوا يا اما بالدولار ولا الاورو حسب العمله اللي تختاروها نتوما، والشراء راح يكون بطاقه بنكيه من نوع فيزا ولا ماستر كارد اللي تستعملوها بالعمله الصعبه. السؤال اللي وراه اللي راح تكون فيه الاجابه على السؤال اللي من قبله هو كيفاش نقراو الاسعار الحقيقيه في الموقع، يعني كيفاش راحين نعرفوا السعر الحقيقي اللي نشريو به الطلبيه تاعنا. كما قلت لكم في موقع علي اكسبرس الاسعار محطوطة يا إما بالأورو ولا الدولار يعني حسب السعر اللي انتم تخيروه، وباش تعرفوا شحال هذاك السعر يسوى مقابل الدينار الجزائري شوفوا العملة اللي راحين تشريوا بها، هذا يختلف إما بالأورو ولا الدولار. نمدلكم مثال على عملة الدولار، خاطر دوكا معظم البطاقات البنكية ولا تمشي بالدولار. نمدلكم مثال بهذا السماعات، كما راكم تشوفوا السعر مكتوب 10.17 دولار، انتم واش ديروا هنايا تضربوا هذه 10.17 دولار في شحال راكم تشريوا في الدولار. كما مثلا هذه الايام سعر اليو اس دي تي في السوق السوداء هو 23000 يصل حتى ل 24000، واحد يو اس دي تي هو تقريبا 1 دولار، تضربوا هذه 10.17 دولار في 230 ولا 240 تلقاو السعر النهائي بالدينار الجزائري تاع هذا المنتج اللي هو هنايا في هذه الحالة 2400 دينار جزائري، اي بمعنى 240000. ما تنساوش تاخذوا بعين الاعتبار سعر الشحن تاع هذاك المنتج، قدر في بعض الاحيان سعر الشحن ماهوش مجاني، انتبهوا مليح لسعر الشحن تزيدوه مع سعر المنتج. نجيو دركا للسؤال اللي يلحقني بصفة كبيرة واللي هو هل نقدروا نشريو بالبطاقة الذهبية؟ ليكيب البطاقة الذهبية هي بطاقة مخصصة للدفع فقط هنايا في الجزائر، ماهيش بطاقة عالمية ولا تعتبر بطاقة فيزا ولا ماستر كارد، هي فقط بطاقة مغناطيسية اللي نقدروا نخلصوا بها بالدينار الجزائري هنايا داخل الجزائر. ما إذا حبيتوا تشريو من موقع علي اكسبرس لازم تستعملوا بطاقات دولية كما الفيزا ولا الماستر كارد، ولا تستعملوا خدمات الدفع الإلكتروني كما عن طريق الباي بال. وبالنسبة دوك اللي ممكن يسقسيوني وش هي البطاقات البنكية اللي نقدروا نخلصوا بها، تقريبا معظم البطاقات البنكية اللي حكيت عليها في القناة تاعي
تقدروا تخلصوا بها. ولكن اكثر بطاقه مليحه واللي راهي تمشي بزاف دركا هي بطاقه ريدوت باي، تقدروا ديروا بها تقريبا معظم المعاملات على الانترنت، تخلصوا بها اشتراكاتكم وخاصه تشريوا بها من المواقع في الانترنت. نخلي لكم ثاني هنايا رابط الفيديو اللي شرحت فيه بالتفصيل كيفيه فتح حساب في تطبيق ريدوت باي والحصول على البطاقه البنكيه. سعر البطاقه في الحاله العاديه يدير 10 دولار، ولكن تقريبا كل شهر يديروا تخفيض خاص 50%، وراح تقدروا تحصلوا على البطاقه بنصف سعرها. درت لكم ثاني فيديو حول هذا الموضوع، دخلوا برك للقناه وراحين تلقاو هذا الفيديوهات. السؤال اللي بعده يقول: غلطت في كود البريد، هل يسبب مشكلة؟ مع العلم درت المنطقة اللي نسكن فيها. إذا غلطت في كود البريد واللي هو الكود بوستال، هذه ماهيش مشكلة كبيرة بزاف، المهم تكتبوا العنوان تاعكم صحيح 100%، خاصة اسم المنطقة والشارع. إذا هذاك الكود البريد اللي غلطت فيه قريب من الكود تاع المنطقة تاعكم، البريد المحلي قادر يتعرفوا على العنوان ويكملوا التوصيل تاعكم. لكن الأفضل قبل ما تشيروا الطلبية تتأكدوا مليح من كل المعلومات اللي حطيتوها. السؤال هذا يقول: ما عنديش فيزا كارد، كيفاش نقدر نخلص؟ الإجابة بكل بساطة، اللي ما عندوش بطاقة بنكية يخلص بها ما يقدرش يشري من موقع علي اكسبرس ولا أي موقع انترنت. راني درت لكم كل التفاصيل حول كيفية الحصول على هذه البطاقات البنكية ولا حتى طريقة الشراء من المواقع. واللي خايف يدير هذه العملية وحده ولا ما حبش يكسر راسه بزاف، نخلي لكم هنايا صفحتي على الانستغرام، صفحة الوسيط، تقدروا تتواصلوا فيها، تبعثوا لنا رابط المنتج اللي حابين نشريوه وتخلصونا بالدينار الجزائري، وحنا ندير لكم عملية شراء على الموقع. السؤال اللي وراه يقول: هل الأفضل استخدام الموقع أم التطبيق؟ كلا الموقع ولا تطبيق علي اكسبرس عندهم نفس الخدمات تقريبا، لكن غالبا التطبيق يكون اكثر سهوله في الاستخدام والسرعه. من خلال التطبيق يقدروا يجيوكم اشعارات التخفيضات وتشوفوا حتى العروض الخاصه بالتطبيق، بالاضافه الى انه سهل في التصفح، لكن الاختيار في النهايه يعتمد على راحتكم الشخصيه نتوما. السؤال التالي يقول: مثلا اذا عدت منتجات ماشي من نفس البائع وفي نفس اليوم، قادر نحطهم في طرد واحد ولا لا؟ ويوصلوني كيف كيف، وكل منتج نشريه من عند بائع، من فضلك الإجابة. طريقة أخرى، هذا السؤال يقول: هل كي نضغط على الشراء لعدة منتجات يحطوهم لي في طرد واحد ولا لا؟ الإجابة هي نعم، تقدروا تشريوا عدة منتجات من بائعين مختلفين في طلبية واحدة، لكن لازم تعرفوا أنه كل بائع راح يرسلكم الطرد الخاص به فقط، ثم راح يبعثه لكم بشكل منفصل، حتى إذا كنتوا طلبتوا عدة منتجات في نفس اليوم. إذا حبيت يلحقوكم في طرد واحد مع بعضهم، لازم تشريو من متجر واحد. وبالنسبة لتاريخ وصولها، كل طرد قادر يلحق في وقت مختلف حسب البائع وكتاش يبعث الطرد هذاك. السؤال هذا يقول: كي نبغوا نستلموا الطلبية من لابوست، اسكو نخلصوا؟ واذا يوصل للدار ولا لازم نروحوا للبريد؟ شوفوا، التوصيل في موقع علي اكسبرس لازم تعرفوا باللي يلحقكم في مركز البريد اللي قريب من العنوان اللي حطيتوه، يعني في البوسطه. الطرود من علي اكسبرس جامي تلحق للدار. كاين واحد الوقت وين موقع علي اكسبرس تعامل مع شركه OMS، وOMS هذه في بعض الاحيان يوصلوا للدار، ولكن ماشي كامل الشركات، ولكن نظن الميزه هذه نحاوها. لذا معظم الطلبيات راحين تستلموها من مركز البريد، وعلى كل طرد راحين تخلصوا 130 دينار جزائري، يعني 13000. السؤال هذا يقول: اسكو ما كانش مشاكل نصب كي نكتب معلومات البطاقه البنكيه؟ شوفوا، موقع علي اكسبرس هو موقع معروف وامن بشكل عام، ولكن ديما لازم تكونوا حذرين، لازم تحملوا تطبيق للموقع الرسمي من اب ستور ولا بلاي ستور، ولا اذا دخلتوا للموقع عبر المتصفح لازم تتاكدوا باللي هذاك الموقع هو الموقع الرسمي تاعهم، وديما راقبوا كشف الحساب تاعكم بانتظام لملاحظه اي نشاط غير عادي. السؤال التالي يقول: واللي يشري جهاز ويلقاه ما يمشيش ولا مخسر، يتسمى راحوا دراهمو؟ لا، موقع علي اكسبرس عنده حمايه الزبون، يعني من نهار تشريوا المنتج هذاك عندكم مده 75 يوم حمايه، لازم المنتج تاعكم يوصلكم قبل ما يفوتوا ال 75 يوم، واذا وصلكم مخسر ولا ما يمشيش تقدروا تفتحوا نزاع وتتفاهموا مع البائع، يا اما يعاود يبعث لكم منتج خلاف ولا يرجع لكم دراهمكم. بخصوص كيفيه فتح نزاع، راح ندير لكم فيديو خاص بهذه الطريقه. السؤال هذا يقول: ممكن تواريخ تخفيضات علي اكسبرس؟
موقع علي اكسبريس عادة يكون عندهم تخفيضات كبيرة في تواريخ محددة، وبعض الأحيان يديروا تخفيضات على حسب كل موسم، ولكن التخفيضات الكبيرة اللي تقدروا تلقاوها في موقع علي اكسبريس هي تخفيضات يوم 11/11 يعني 11 نوفمبر، باللي بالمناسبة راهو قريب، يعتبر أكبر يوم تخفيضات في العام. لذا إذا حابين تستفادوا من موقع علي اكسبريس وتشريوا بأسعار منخفضة استغلوا هذا التاريخ. عندنا ثاني تخفيضات يوم 12/12 يعني 12 ديسمبر، هذه ثاني تعتبر ثاني أكبر تخفيضات في العام. عندنا تخفيضات الصيف يا إما تجي في شهر جوان أو جويلية، وعندنا تخفيضات عيد الميلاد، وبلا ما ننساو تخفيضات البلاك فرايداي الجمعة السوداء. خلال هذه الفترات راح تلقاو تخفيضات بزاف مليحة على عدة منتجات. عندنا السؤال هذا يقول: هل الدفع عند الاستلام، الدفع في موقع علي اكسبريس ولا اي موقع عبر الانترنت يكون مسبق، تخلصوا المنتج تاعكم من بعد يبعثوا لكم هذاك المنتج؟ والدفع كما قلت لكم يكون عن طريق البطاقة البنكية. السؤال هذا مليح بزاف، يقول لك: هل صحيح كيكون تليفون غالي ممكن يسيزيوه يعني ممكن يحجزوه؟ في القانون الجزائري ولا في قانون الجمارك الجزائري، اكثر مبلغ اللي تقدروا تطلبوه بلا ما تخلصوا والو يعني بلا ما تخلصوا حتى ضريبة، هو على ما اظن 300 اورو ولا 250. اذا فاق هذا العدد في طلبية واحدة راح نتخلصوا نسبة معينة كضريبة لهذاك المنتج. السؤال التالي يقول: حابة نعرف الكود بوستال منين نخرجوه؟ الكود بوستال هو الرقم البريدي تاع المنطقة تاعكم، كل بلدية ولا منطقة عندها رقم بريدي خاص بها، وباش تقدروا تعرفوه تروحوا يا إما المركز البريد اللي حابين تستقبلوا فيه وتستعلموا على الكود بوستال تاعهم، ولا تكتبوا مباشرة في المتصفح في الانترنت اسم المنطقة تاعكم وهو راح يخرج لكم الرقم البريدي تاعهم. السؤال هذا يقول: شحال يبقى الوقت وتوصل الطلبية؟ توصيل في علي اكسبريس عادة يحكم ما بين 25 يوم وقادر يوصل حتى لشهرين كحد أقصى، ثم مدة التوصيل ماهيش مدة محددة. السؤال اللي بعده واللي جاني بكثرة هو: أنا غلط درت وصول طلبية قبل ما توصلني، هل توصلني طلبيتي الآن ولا لا؟ لا، شوفوا كاين بزاف منكم اللي جاوني على الخاص وقالوا لي باللي غلطنا أثناء عملية الشراء، ضغطنا على زر باللي الطلبية تاعنا خلاص راهي لحقتنا وهي مازال حتى ما دخلتش للجزائر. شوفوا بعد ما تكملوا عملية الشراء تاعكم والبائع خلاص يبعث الطرد تاعكم، الطرد راح يوصل، ما كان حتى إشكال ولا ما كان حتى احتمالية أنه الطرد ما يلحقش، ولكن كاينه حاجه، مده الحمايه تاعكم رايحه تخلص من الوقت اللي ضغطتوا فيه على هذاك الزر، خطر كي يفوتوا يلحقكم الطرد وتضغطوا على زر وصول الطلبيه عندكم مده 15 يوم فقط باش يا اما تفتحوا نزاع اذا كانت الطلبيه تاعكم ماهيش كيما في الوصف ولا فاسده، ولا حتى تستردوا اموالكم. واخر سؤال نختموا به الفيديو تاع اليوم هو: واش معناها ايشاك دو ديستريبيوشن في التراكين؟ كي يخرج لكم ايشاك دو ديستريبيوشن باللون الاحمر معناتها انه الطرد تاعكم الحق للبوستا، يا اما ما قدروش يتصلوا بكم ولا اتصلوا بكم وما حكموكمش. تما كي يلحقكم هذا التحذير روحوا للمركز البريد وطالبوا بالطرد تاعكم، وما تنساوش تديو معكم رقم التتبع. اذا كانت هذه هي الفيديو تاع اليوم، حاولت نجاوب على اكبر عدد ممكن من الاسئله اللي لحقوني. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وما تنساوش استغلال فتره التخفيضات في موقع علي اكسبريس. دوكا معليا غنقول لكم تهلاو في روحكم ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.